السلام عليكم، كديرين حبايبي؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم عندي لكم واحد الوصفه ضد تساقط الشعر وضد الشيب في ان واحد. كتكون هذه الوصفه من جوج ديال المكونات وكتمر من مراحل. نتمنى تبقاو معنا وتفرجوا معنا حتى الاخر باش تشوفوا المراحل كاملين. حنا هنا جبنا 10 دراهم ديال الحرمل. الحرمل كلشي كيعرفوه، كنستعملوه بزاف في البخور، ولكن اليوم جبتو لكم باش تستعملوه لتساقط الشعر. كما قلت لكم هنا كاينه 10 دراهم ديال الحرمل، نقيناها. المرحله الثانيه هي غادي نحمروها، نخليوها تتحمر مزيان بس باش يسهل علينا نطحنوها. من بعد ما حمرناها غادي نطحنوها. ثم طحنوها في مولينيكس. حنا هنايا حنا في البلاد هنا طحناها في المهرز التقليدي. كتطحن حتى كتولي منيله مزيان بحال الطحين. كنغربلوها، وهداك الحرم اللي كيبقى صاين ما مطحونش مزيان هذاك كيترقد في الزيت وكيتبقى يتشقق به الشعر قبل الحمام. جالسين حدا الكانون حيت كاين البرد. هنا غادي نهزو المرارة ديالنا. هي الوالدة غادي توريكم الطريقة الصحيحة ديالها. المراره هي هادي، غادي نحاولوا نعمروها بداك الحرمل، نديروا كميه اكبر كميه ممكنه باش يتشرب لنا داك السائل. حنا غرضنا بداك السائل داخل يتشربوا داك الحرمل. وإذا هي كتوريكم كيفاش المراره ديال العجل. كتوصيو اي جزار اللي نتوما كتقدموا من عنده، كتوصيه كتقول ليه جيب لنا المراره، كيجيبها لكم وانتم كتستعملوها كما هكا. ومن بعد هاد الوصفه هادي فيها مراحل كما قلت لكم. في هاد الفيديو غادي نوريكم غير كيفاش باش تعمروا هذيك المراره وكيفاش تجدوها، ومن بعد في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تستعملوها مع الزيت. هنا المراره الاولى عمرناها، غادي نعقدوها مزيان باش غادي نخليوها باش تيبس في الشمس. حنا هنايا راه عمرناها مزيان. حنا غرضنا بداك السائل اللي كاين لداخل يتشربوا داك الحرمل كله. كما كتشوفوا هادي راه عامره مزيان، شتوها مدكسه مزيان. غادي نحاولوا نعمروا دوك المرارات الاخرين. حنا جبنا 3، غادي ان شاء الله غنعمروهم كاملين بثلاثه بهم وغنعقدوهم مزيان وغنعلقوهم في شي بلاصه اللي فيها الشميشه. نديرهم في السطاح في الشرجم، المهم شي بلاصه اللي تكون فيها الشميشه حاره، يعني يتقابلوا مع الشمس مزيان، ونخليهم حتى يبسوا. وان شاء الله في الفيديو الجاي غنوريهم لكم وهما يابسين، وغنحلهم قدامكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ونوريكم طريقه ديال الاستعمال. ما تنساوش تابوناو في القناه اللي مازال ما تابوناش، وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وما تنساوناش من التعليقات ومن الدعوات ديالكم، وجربوا هذه الوصفه هذه وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم.